التوفيق. اليوم تم استلام مقر وزارة الخارجية العاصمة طرابلس. هذا المقر المهم جدا، تعلم أن هذا وزارة الخارجية من الوزارات السيادية، فيها أرشيف للدولة الليبية. نشكر أهالي المنطقة والقوة المؤمنة للمقر خلال الفترة السابقة. الآن أصبح هذا المقر تحت تأمين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. هذا الاستلام يعني أنه تأمين المقرات أصبح الآن بالكامل من اختصاص وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. بمجرد حلف اليمين إن شاء الله لوزراء حكومة الوفاق الوطني، سيستلم كل وزير مهامه ويبدأ مباشرة عمله من داخل مقر الوزارة إن شاء الله. بهذه المناسبة نشكر كل الفرق الإدارية القائمة بالأعمال داخل مقرات الحكومة في مدينة طرابلس، والتي لم تنقطع عن مباشرة مهامها وخدمة المواطنين. كذلك نشكر من يقوم بالعمل من وزراء ووكلاء حكومة الإنقاذ الذين استمروا في مهامهم وكانوا على تواصل حقيقة مع حكومة الوفاق الوطني وأبدوا تعاون كبير جدا لتسليم المقرات.